أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. الإعاقة الحقيقية في عقول بعض الناس معاقين أخلاقيا ومعاقين تربويا. الإعاقة الحقيقية مش في الأجسام، الإعاقة الحقيقية في العقول. وأصدقائنا من ذوي الإرادة مهما اختلفت إعاقتهم، مهما عبر من صعوبات وتحديات، بقوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إنهم قد التحدي. أحد أصدقائنا من ضحايا شلل الأطفال، أصيبت بشلل الأطفال في أحد السواقين، لكنها بقوة إرادتها بتعيش حياتها وبتستمتع بيها، بتقوم بقيادة سيارتها بنفسها دون الاعتماد على أحد. الإعاقة عاقت.